أهلا بك سيد أحمد. يعني محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من يقف برأيك وراء هذه المحاولة؟ وهل هناك مؤشرات تشير إلى جهات معينة قد تكون مسؤولة عن هذه المحاولة؟ بالتأكيد الموضوع متسابق كثيرا، ولكن برأيي هذا الأمر يعني لديه عدة جهات مشتركة في المصلحة العليا لهذا الحادث، ربما يعني أكثر من ثلاثة يعني جهات، منها خارجية طبعا بالتأكيد ومنها داخلية. الخارجية هذا المحور المناوي للحريات، مناوي للثورة، مناوي لكل ما يقوم به الشعب السوداني من أجل يعني نيل حريته وبالتالي والسلام وعدالته اللي نادى بها. مثل من سيد أحمد بالنسبة للجهات الخارجية؟ مثل من يا عزيزي؟ المتفحص لهذا الأمر يعي تماما أنه العسكر يعني المكون، طبعا الحكومة الانتقالية تتكون من شقين بالطبع، المجلس العسكري وأيضا قوى الحرية والتغيير، الجانب التي تشكل الجانب المدني، هذا معروف للكل، ومعروف أيضا أن العسكر في معسكر يعني في محور معروف، محور الإمارات والسعودية ومصر، وهذا المحور لا يريد يعني الحرية ولا يريد تمدين الحكم يعني في السودان، وبالتالي من مصلحته أنه يعني يقهقر السودان ويضعه في يعني حظيرة العقوبات الدولية. والآن بدأت حمدوك بزياراته المكوكية جدا بالنسبة للغرب وأوروبا وأمريكا، وكل هذه التحركات يبدو أنها لا تعجب هذا المعسكر. لماذا؟ إذن أفهم سيد أحمد أن هذه المحاولة من بعض الجهات الخارجية هي تأتي في سياق تمكين العسكر وتثبيت أركانهم في الدولة وعدم السماح لخيار الشعب بأن يثبت نفسه أمام الشعب السوداني. نعم، وأكثر من ذلك، بل إنه يعني وضع السودان أو إبقاء السودان على ما هو عليه من العقوبات البلاك ليست أو القائمة السوداء، قائمة الإرهاب الأمريكية. يعني الآن لو عندما يتم تفجير يعني إرهابي وسط الخرطوم بسيارة مفخخة وبالتالي محاولة اغتيال رئيس الوزراء، هذا بالتأكيد لديه يعني ردة فعل وآثار جانبية أخرى. يعني لا يمكن لمستثمر أجنبي أو غربي أو أوروبي أو أمريكي أن يأتي إلى السودان بعد هذا، أو قبل أن يأتي يضع في يعني حسابات كثيرة جدا قبل أن يعني يقرر أن يأتي ويستثمر في السودان. أيضا هذا يعني على الصعيد الاقتصادي، هذا أيضا يجعل من أمريكا والغرب إنه يتأنى في مسألة رفع العقوبات من قائمة الإرهاب، وبالتالي هنالك مصالح يعني مشتركة لهذه الجهات، تريد أن السودان يبقى هكذا مكتف ومكبل الأيدي، وبالتالي مصلحتها مع العسكر الذي يبطش بقوة. بالتالي لا يمكن أن تتم شرعنة العسكر بالنسبة للشعب السوداني والشارع السوداني، لا يمكن أن يقتنع بالعسكر طبعا، ولكي حتى يقتنع بالعسكر لابد أن زرع شيء وهمي يسمى عمليات إرهابية عشان يقولوا في النهاية نحن نحارب الإرهاب، كما يفعل السيسي في سيناء ويدعي أنه يحارب الإرهاب. يعني هذه المحاولة هي محاولة وهمية؟ هذه المحاولة هي ليست وهمية فقط، هي المحاولة مخططة مدبرة ومقصودة بهدف تثبيت العسكر وبالتالي وادعاء أنهم يحاربون الإرهاب. ولكن تهدف إلى الاغتيال ولا فرقعات إعلامية فقط؟ أنا لا أعتقد أنها هي تريد أن تهدف إلى الاغتيال حقيقة، يبدو أنها مسرحية، لكن مسرحية قامت بها تلك الجهات لتثبيت حكم العسكر. لماذا؟ لأنه حمدوك ليس هو الشخص الذي يؤثر بالنسبة للكيزان اللي هو الحزب السابق أو غيره، أو حتى أفهم معك لأبعد من ذلك أخي، حمدوك حتى ليس خطرا حتى على الدول المناوية للحريات. حمدوك خرج وفي تصريحات واضحة بعد زيارته لأمريكا قال نحن ننتظر من المحيط العربي السعودية والإمارات وغيرها
الدعم الاقتصادي، وبالتالي هو ليس عدو للسعودية وليس عدو للإمارات وليس عدو لمصر، وبالتالي ليس عدو للكيزان. الحكومة البشير قررت الاستعانة بحمدوك وزير المالية قبل أن تسقط بأيام قليلة، وهو رفض ذلك. هذا يؤكد أن حمدوك يعني يحظى بشعبية وبقبول من الكل، ولكن المقصود في هذا هو زرع وهم يسمى الإرهاب. يعني تعرف أخي في إعلامهم هذا يعني عبارة إرهاب أصبحت يعني علكة في يعني في أفواههم يلوكونها. كلما أرادوا أن يخططوا لمشروع يعني سيئ أو إرهابي أو غير داعم للثورة السودانية طيب. أو أي ثورة في البلاد العربية يلوكون هذه العلكة اللي هما إرهاب إرهاب إرهاب. لا يمكن أن يتحدثوا عن إرهاب والسودان ليس به تفجير، يعني في التاريخ الحديث والقديم لم تسبق أي حادثة مثل هذه الحادثة، حادثة التفجير ولا في الخرطوم. طيب يعني. كلام مهم سيد أحمد الذي ذكرته، لكن هناك أصوات توجه أصابع الاتهام إلى الإسلاميين في السودان، يعني ما تفسير هذه الأصوات؟ وهل هي فرصة ومحاولة لتوجيه ضربات واستهداف الإسلام السياسي في السودان؟ طيب من يقول، أنا لا أدافع عن الإسلاميين، ولكن ثمت عقل، يعني أنا برأيي عقل، يعني وأنا أريد من المشاهد يعني العاقل أن يسأل ويستشير عقله. إذا أراد الإسلاميين أن يقوموا باغتيال حمدوك، لماذا لم يقتلوه عندما نطق بالحكم ضد البشير؟ لماذا لم يقرروا قتله عندما تم حل حزب المؤتمر الوطني؟ لماذا لم يقتلوه عندما يعني مر الشهر الأول والثاني والست أشهر والأربع أشهر والثلاث أشهر؟ يعني كل هناك سؤال أهم سيد أحمد، ماذا فعل حمدوك للإسلاميين في السودان؟ وايضا لماذا لم يقتلوا حميتي مثلا؟ لانه هو خان البشير. حميتي كان يعني قوات ميليشيا من شأنها حمايه النظام وحمايه الكرسي الرئيس عندما قام بالخيانه. اذا الاولى، من الاولى بالاغتيال؟ لماذا لم يقتلوا حميتي؟ لانهم اذا ارادوا ان يتشفوا وينتقموا كان عليهم ان ينتقموا من حميتي مثلا. لم يقوموا بذلك، بل انه هنالك من الذين خانوهم باللجنه الامنيه في البرهان، ويوجد ايضا بوش وغيرهم. وحتى البشير بعد سقوطه وبعد خلعه تحدث من المقربين اليه وقال بالحرف الواحد انه تعرض لعمليه خيانه كبرى من المقربين اليه، وقصد بذلك بوش وايضا يعني البرهان. لماذا لم يصفوا البرهان؟ هذه من يقول ان الكيزان هم او الاسلاميين هم اللي وراء عمليه الاغتيال الفاشله، انا اعتقد انه هو يعني يحلل تحليلا سطحيا لا يمت للواقع والمنطق بشيء، ولكن الموضوع ابعد من ذلك، والموضوع كبير وفيه مخابرات دول اجنبيه وفيه مصالح مشتركه وفيه تداخل، سيما وانه السودان اعلن بعد يعني مفاوضات النهضه في أمريكا أعلن موقفه الرافض لبيان الجامعة العربية اللي من شأنه يعني جيش كل الأمة العربية تجاه مصر وأسقط حسابات السودان وحقه في المياه. وبالتالي رغم ذلك مضطر السودانيين هم اللي يزعلوا ويرفضوا ويغضبوا، ولكن حدث العكس، ورأينا الإعلام المصري وأنه يغضب ويزعل ويقول لماذا السودان شز عن القاعدة العربية، وكأنه يعني كأن السودان ليس دولة يعني عضوا في الجامعة العربية، كأن السودان ليس لديه حق في المياه، كأن السودان هو ليس يعني داخل كشريك أصيل بالنسبة لإثيوبيا ومصر، وليس وسيطا وليس متفقا وليس إمعة مع يعني الدول الأخرى. هذه الأمور بالنسبة لي واضحة جدا أنا، وبالنسبة للمشاهد يعني العربي والإفريقي والعالمي واضحة.